يأتي التركيز المكثف على الصناعة تلبية لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى على مدى 7 سنوات مضت منذ تولي سموه مقاليد سلطاته الدستورية، وتنفيذا للخطة العلمية الرامية إلى الاعتماد على التخطيط الصناعي الحديث لدولة قطر في عصر ما بعد البترول. وقد تقدمت دولة قطر في هذا المضمار بسرعة تجاوزت معها ومنذ سنوات مرحلة الصناعات الاستهلاكية الخفيفة لتقتحم مجال الصناعات المتوسطة والثقيلة. ومصفات البترول الجديدة في منطقة أم سعيد ركيزة قوية من ركائز البناء الاقتصادي في دولتنا النهضة. ويتضمن مشروع المصفات الجديدة إنشاء وحدة جديدة إلى جانب الوحدة القديمة بطاقة إنتاجية مقدارها 50,000 برميل يوميا. وتقع المصفات الجديدة بجوار المصفات الأولى في منطقة يوم سعيد، وستعمل على تغطية الاستهلاك المحلي المتوقع من الوقود والمحروقات في السنوات العشر التالية لبدء التشغيل من المنتجات البترولية كالبوتاجاز والبنزين بنوعيه ووقود الطائرات والكيروسين والجايز أويل، بالإضافة لإنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات البترولية من المصفات الجديدة إلى مستودع جديد ينشأ في منطقة الدوحة لاستقبال وتوزيع المنتجات محليا ووضع التسهيلات اللازمة لتصدير المنتجات البترولية الزائدة عن الحاجة في سنوات الإنتاج الأولى. ولقد تم إعداد المواصفات الفنية ومستندات عطاء تنفيذ المصفات الجديدة في صيغتها النهائية، وسيتم طرح هذا العطاء في وقت لاحق من هذا الشهر. ومشروع المصفات الجديدة هو أحد مشروعات المستقبل الذي يتوقع بدء إنتاجه في منتصف عام 82. ولقد تم اعتماد مبلغ 50 مليون ريال قطري في موازنة هذا العام لتغطية التكاليف المتوقعة لهذا المشروع في العام الحالي. المصفاة الجديدة بطاقة 50,000 برميل يوميا سيكون موقعها في المنطقة الصناعية بأم سعيد هنا، وتلاحظ في هذه الخريطة موقعها نسبة إلى مواقع المصانع الأخرى. ستكون هذه المصفاة مكملة للمصفاة الحالية. تشاهدون هنا الملون بالأصفر هو المصفاة الحالية، والباقي المهشر بالأخضر هو المنشآت التي سيجري بناؤها. هنا موقع المصنع، وهذه مناطق لتخزين المنتجات المختلفة، وهذه منطقة الخدمات. والمصنع الجديد بإذن الله ستخرج العطاءات خلال المستقبل القريب، ومن المتوقع أن ينتهي بناؤه ويبدأ إنتاجه في عام 1982، وسيكون قادرا على إنتاج معظم المنتجات اللازمة في قطر من البنزين بأنواعه وبنزين الطائرات وغيره. كما أنه سيخدم هذا المصنع خطوط أنابيب تصله بمنطقة الدوحة لإجراء أماكن للتخزين في الدوحة، كما أنه سيجري وصله بالمنطقة البحرية لأنه سوف يكون هناك كمية للتصدير في السنوات الأولى من بدء الإنتاج.